بعد ما تناولنا بالمواضيع السابقة الكوندكتر وشفنا شلون يتصرف انه بوجود مجال كهربائي، وشفنا انه اي مجال كهربائي او اي شحنة ما ممكن انه تتواجد داخل الكوندكتر انسايد ذا كوندكتر، ودائما يكون الكتريك فيلد عمودي على الكوندكتر. وبعدين خذينا انه الباوندري كونديشن في حالة الكوندكتور والفري سبيس. الآن لازم ناخذ انه شنو النوع الثاني من المواد اللي هو الدايلكتيك ماتيريالز، وشون تتصرف اذا تم وضعها داخل مجال كهربائي. فانه لو تلاحظ هنا انه مذكور انه the characteristic that all dielectric material have in common whether they are بحالتها solid or liquid or gas or crystalline in nature is their ability to store electric energy، قابلية على حفظ الطاقة شنو الكهربائية. This storage takes place by means of a shift in relative positions of the internal bond positive and negative charges. يعني شلون تجي هاي القابلية على حفظ الطاقة؟ تجي قابلية عن طريق انه شنو؟ عن طريق الشيفتنج. عندك قاعد يصير شيفتنج بالبوزيشن مال الشحنات او الجزيئات الموجبة والسالبة against ضد شنو the normal molecular and atomic forces. فهنا مذكور انه اكو شنو polar molecules، هنا polar molecules، واكو نوع ثاني نسميه non-polar molecule يعني قطبية وغير قطبية. فلو شوف بهذا الشكل اللي هو شكل A يمثل لك a non-polar molecule، جزيئة شنو غير قطبية. ليش؟ لأن center of gravity، center مال gravity للشحنة الموجبة اللي هي تابعة مثلا للبروتون، والشحنة السالبة اللي هي مثلا الإلكترون، انه تكون the same center، فماكو اي shifting، فهي نسميها شنو non-polar molecule. بينما بالشكل B صار shifting انه شنو بالcenter، فصار عندك السالب Q والموجب Q ما هي شاكن the same center of gravity، مركز جاذبية، فبالتالي هنا نسميها non-polar molecule. واحدة من انواع الامثلة على البولر موليكيول اللي هو الووتر الـ H2O. فهنا ذاكر لك انه permanent displacement existing between the center of gravity of the positive and negative charges مال H2O and each pair of the charge act as a dipole، يعني موجب سالب. Normally the dipoles are oriented، يعني dipole هسه مثلا هذا dipole، هذا بالشكل هسه امامك، هذا دايبول، هذا دايبول، هذا دايبول، موجب سالب. اوكي، الموجب طبعا جايينا مثلا من البروتون والسالب من الالكترون، فهنا act as a dipole. فيقول لك normally the dipole are oriented in a random way throughout the interior of the material، يعني بداخل المادة هذين الدايبولز يكونن اتجاه عشوائي. And the action of the external field، يعني لازم يسلط شنو مجال خارجي to align these molecules. فلو شوف هسه هنا سلطنا هذا الفيلد، هذا المجال عن طريق هاي الصفيحة الموجبة والصفيحة السالبة. اوكي، فصار عندك مجال يخترق هاي المادة العازلة. فلو شوف للدايبولز شنو صار بيها alignment، وهي اتجاه شنو؟ اتجاه المجال الكهربائي. بينما خارج الالكتريك فيلد شنو ايش بين الدايبولز؟ راندوم الاينمنت، يعني ماكو اي شيء الاين باتجاه معين. فاذا ناخذ التركيب الذري لل H2O حاليا هسه، شوف انه ال H2O يتكون من 2 هيدروجين، اللي هو طبعا العدد الذري لهيدروجين واحد، هسه هنا لو شوف واحد، والعدد الذري للأكسجين شنو 8. فلو شوف انه الالكترون مال هيدروجين هنا راح يدخل مع التركيب الذري او مع الأواصر
مع الأكسجين، فكأنما راح يصير أكو آثر ترابط بين الهيدروجين والأكسجين، كأنما عندك هنا هيدروجين هيدروجين وعندك شنو أكسجين، فكأنما يصير عندك هاي الآثر مع الترابط بين الهيدروجين ومع الأكسجين. فكأنما لو شوف أكو عندك دايبول، عندك permanent displacement، عندك هنا سالب موجب وهنا سالب شنو موجب، فأكو شنو أكو تباعد بهذا التركيب الذري مال ووتر اللي هو H2O. فهنا هذا النوع من أنواع المواد نسميه شنو نسميه اللي هو البولر موليكيول. النوع الثاني اللي هو النون بولر موليكيول اللي هو الهيدروجين والأكسجين. على سبيل المثال هيدروجين، هسه هذا الهيدروجين التركيب الذري مالته واحد، عنده بروتون وعنده شنو الكترون، فاثنيناتهم شيرينج ذا سيم سنتر اوف جرافيتي، فبالتالي هذا نسميه نون بولر موليكيول. فهنا ذاك لك does not have this dipole arrangement until after a field is applied، يعني لازم شنو تسلط مجال كهربائي، سلط مجال كهربائي يلا تحصل على الديسبليسمنت. بينما بالبولر موليكيول لو شوف حتى بدون تسليط مجال كهربائي شنو كان عندك، عندك هذا الدايبول صح ان اتجاه عشوائي بس موجود الديسبليسمنت. نعم. فهنا مذكور the negative and positive charges shift in opposite direction against their mutual attraction and produce a dipole that is aligned with the electric field. طبعا هذا يصير بعد ما شنو اسلط المجال الكهربائي. فهنا راح يعطيك مصطلح يسميه dipole moment. dipole moment اللي له علاقة مع قيمة الشحنة الموجبة، طبعا مو قلنا dipole بموجب سالب، و displacement between الشحنة الموجبة والشحنة السالبة، بس يكون اتجاه الفكتور مع displacement يكون from the negative to the positive charge. طبعا اذا عندك انه structure او material فاكيد عندها كذا نواة او كذا تركيب ذري، فلازم تجمع مجموعة دايبول مومنت، فما يطلع لك دايبول واحد مومنت واحد، لا يطلع لك حسب عدد الذرات الموجودة بهذه المادة، فلازم تسوي سوبربوزيشن حتى تطلع دايبول مومنت الكلي، وبعدين تطلع ما يسمى بالبولاريزيشن اللي هاي الكمية المهمة جدا اللي راح نركز عليها بهاي الفقرة، اللي ما هي إلا مجموع دايبول مومنت لوحدة الحجم عندما يكون هذا الحجم shrink to zero، فمجموع وتقسمه على وحدة الحجم عندما يكون هذا الحجم متضاءل جدا. نعم. فالبولاريزيشن هذا المصطلح نسمعه بمن بالمواد العازلة، يعني نقول إنه هاي المادة صار بها بولاريزيشن. فهنا راح نستكشف انه اهمية هذا المصطلح ما هو البولاريزيشن. فهنا هسه مثلا ماخذ انه عندك هاي دايلكتيك ماتيريال وماخذ مقطع معين ومسلط الكتيك فيلد عليه، فلو تلاحظ هنا ضمن هذا المقطع فمذكور انه before applying اللي هو قبل ما سلط الكتيك فيلد على هذا المقطع من المادة العازلة وبعد ما سلط شنو الكتيك فيلد شنو راح يصير، عندك هنا مجموعة من الموليكيولز كل واحدة بيها الموجب والسالب sharing the same شنو center of gravity، بس بعد ما سلط المجال الكهربائي اللي هو الكتيك فيلد هنا شنو راح يصير؟ راح يصير displacement. displacement من للسنتر مع الشحنة الموجبة والشحنة السالبة. فلو شوف انه راح يستمر displacement الى ان تحصل انه شحنة موجبة على جهة معينة وشحنة سالبة وين؟ على الجهة الاخرى. هسه تقول لي يعني والبقية داخل الستركتشر شنو يصير؟ اللي يصير انه شنو كأنما
واحدة تكنسل الثانية، موجب يكنسل السالب وموجب يكنسل السالب بهذا الشكل. يبقى عندك فقط جهة يتمركز بها الشحنات الموجبة اللي هي هاي الجهة، وماكو شحنة سالبة تعادلها، واضح؟ وجهة ثانية تتركز بها شنو؟ الشحنات السالبة، وماكو شحنات موجبة تعادلها. فبالتالي كأنما راح يصير شلون الكابيسيتر، نفس الشيء راح تولد شنو؟ الكتريك فيلد داخلي اي ان، نسميه هنا اي ان، اللي راح يكون اتجاهه معاكس لمن؟ للالكتريك فيلد اللي انت مسلطه الخارجي. لذلك دائما دائما لو تشوف حسب قانون كولوم، الالكتريك فيلد بالمواد العازله يكون اقل من الالكتريك فيلد بالفري سبيس. والدليل الاي كان ما هو الا كيو على 4 باي ابسلون ابسلون، خلينا نقول ابسلون نوت في مثلا ار سكوير باتجاه الاي باب ار، هاي شنو؟ في سبيس. بس لما اقول لك ماده عازله، لا هنا راح يختلف الكلام، راح يكون عباره عن كيو على 4 باي ابسلون نوت ابسلون ار في الار سكوير باتجاه الاي باب ار. شنو دخل لك هنا؟ الدايلكتيك كونستانت مال الماده العازله. وهسه شفنا انه لاحظنا من توزيع المجال الكهربائي الداخلي انه هو قاعد يعاكس شنو؟ المجال الكهربائي مال الفري سبيس، فيصير السوبر بوزيشن. فبالتالي انه واحد ينطرح من الثاني، فاكيد الكتريك فيلد داخل الماده العازله يكون اقل من الكتريك فيلد من الفري سبيس. فهنا انا دا اقول لك انه ينتج لك ما يسمى بالبولرايزيشن. هذا هو البولرايزيشن اللي يكون اتجاهه مشابه لاتجاه شنو؟ الالكتريك فيلد، واضح؟ هنا اتجاهه مشابه لمن؟ لاتجاه الالكتريك فيلد. فاذا ما عندك اي ماده عازله انسى شيء اسمه بولرايزيشن. البولرايزيشن اجانا من انه شنو؟ تكون شحنات سالبه على جهه معينه وشحنات موجبه على جهه اخرى ناتجة عن طريق تسليط مجال كهربائي خارجي، فصار عندنا ما يسمى بالاستقطاب أو البولوريزيشن. ما عندك مادة عازلة فري سبيس كأنما، فهنا ما عندك أي استقطاب راح يصير، فبالتالي ما عندك بولوريزيشن. فهنا مجموعة من المعادلات اللي إذا تطلع عليها تبين لك كيفية حساب أنه الشحنات اللي ناتجة من الشيفتنج اوكي، والشحنات الناتج اللي تكون عاده بحاله الفري سبيس. احنا اللي يهمنا هسه حاليا اللي يهمنا هذا القانون، هذا هو القانون اللي هو الدي يساوي لنا ابسلون نوت في الاي زائدا بي كابيتال اللي هو البولرايزيشن. فهنا نفس ما ذكرت سابقا، يعني اذا ما عندك ماده عازله شنو راح يصير المعادلة؟ الدي يساوي ابسلون نوت في الاي لا اكثر ولا اقل، هاي شنو؟ في سبيس. بس لما يصير عندك مادة عازلة لازم تخلي تأثير المادة العازلة اللي هي شنو؟ نخلي تأثير عن طريق اضافة ما يسمى بالبولاريزيشن، واضح؟ نعم. فهنا ايضا انه كيفية ايجاد الشحنات اللي هي الفري سبيس تشارج والباوندد اللي هو هنا هذا البي باوندد تشارج الموجودة ضمن الريجن مال الدايلكتريك. القانون الثاني المهم اللي هو هذا اللي هو يمثل لك العلاقة بين البولاريزيشن والالكتريك فيلد، فهي علاقة انه شنو؟ انه تناسب طردي between polarization والالكتريك فيلد. نفس ما ذكرنا بالرسم البولاريزيشن يكون اتجاهه نفس اتجاه الالكتريك فيلد، وهذا واضح من القانون هنا. فالعلاقة between البولاريزيشن والالكتريك فيلد تجينا من هذا الكونستانت اللي هو ما يسمى بالكاي
الكاي طبعا هي كمية dimensionless quantity ونسميها susceptibility اللي هي حساسية المادة. أوكي، فإذا نعوض هاي القيمة بالمعادلة اللي هي دي يساوينا epsilon naught في الإي زائدا، فما هو هذا إلا البولاريزيشن اللي خذيناه بالمعادلة السابقة. وترتب المعادلة راح يطلع لك هاي قيمة 1 زائد كاي اللي هي ما هي إلا شنو الإبسلون آر. أوكي، اللي تكون اللي نسميها إحنا relative permittivity أو dielectric constant of the material. أوكي، فمنا لازم هسه بعد يصير عندك واضح إنه دي ما هو إلا إبسلون نوت في الإبسلون آ في الإي، أو بشكل بسيط اللي هو إبسلون في الإي. واضح؟ هاي المعادلة المهمة اللي دائما راح نستخدمها عند وجود شنو مادة عازلة. فهسا يعني أنت مباشرة إذا تشوف هاي المعادلة دي يساوينا إبسلون في الإي، هاي كأنما أنت ماخذ بنظر الاعتبار شنو البولاريزيشن اللي قاعد يصير وين داخل المادة العازلة. شلون ماخذ بنظر الاعتبار البولاريزيشن؟ لأن أنت ماخذ إنه شنو الكاي هنا 1 زائد كاي اللي هو الإبسلون آر، اللي هو ما هو إلا الكاي يربط لك مع الإلكتريك فيلد فيعطيك شنو البولاريزيشن. فمو شوف هاي المعادلة تقول أوكي ماكو تأثير البولاريزيشن، لا موجود تأثير البولاريزيشن بس عن طريق الاختصارات شنو وصلنا إلى هاي النتيجة المختصرة اللي هي دي ما هو إلا إبسلون في الإي.